ننذرهم الآن باسمكم انذر قادة الفصائل لا تضيع الوقت علينا كي لا يحصل ما حصل في حلب اتحدوا في جيش واحد بقائد واحد براية واحدة والتأهب لمعركة مصيرية لك تبيعوا دم الشهداء لا تزغوا هنية الله أكبر الله أكبر لك تبيعوا دم الشهداء وحنا سباع ومن نرباع بالحالة بالأبي الله أكبر الله أكبر لك حنا سباع ومن نرباع ومن داري العادية الله أكبر نحن بدنا نوصل ل... ما بدنا نوصل لمرحلة إنه ما يصير فينا إنه كل يوم أكل الثور الأبيض لذلك عم ندعي إخواننا قواد الفصائل للإسراع بتوحد حقيقي مو توحد كلامي توحد حقيقي ينعكس على الأرض بجيش واحد قيادة واحدة قائد واحد وراية واحدة الغاية منها تحصين الغوطة على الأقل تحصين الغوطة من الأخطار الداهمة الشعب يريد توحيد جيش الحر إيد واحدة إيد واحدة إيد واحدة إيد واحدة يا حلب مدينتي والقادة نسبح من نرفع من سوريا الأبي الله أكبر